مخيم الكرامه، طلعوا على الوضع المأساوي اللي احنا فيه، وضع مأساوي مأساوي لدرجه عندنا اكثر من 30 خيمه اللي نزلوا على اصحابهم، كل الليل بعدنا لحد الان سهرانين لحد الان، واحنا عم ننقل بيهم من مطرح لمطرح. بتمنى من العالم، من الانسانيه، من الائتلاف، الائتلاف نايم حاط كونديشنات ونايم، بس احنا يا عم اللي عم ناكل صقعتها وشوبتها وحرتها، لا عندنا لا مازوت لا حطب لا تفل لا خيم، خيم اهم شيء الخيم، الخيم ما في، خيم تعبانه تعبانه، لا صوابي ما في شيء عندنا، ما في شيء حتى غذائيه ما في، يعني اذا حصلنا يوم واحد ما معنا ناكله، لا عندنا لا ما في شيء. بتمنى من العالم يطلع علينا، يطلع على المخيمات، كل المخيمات مثل بعضها. شوفوا بس امبارح بعاصفة امبارح بالليل اطفالنا تحت الخيم، تحت ابدا الخيم انحطت علينا، والله العظيم اكثر من 5-6 عيلات يعني طايحه من تحت الخيم مشانها هي واطفالها، والله العظيم وضع مأساوي، يعني حتى اللي مزبط خيمته المي عم تفوت عليه، يعني لا تطلعوا خيم منها واقفه بالساحه، بس تحتينا وفوقينا مي، عم تلقط مي، ما عم احنا عارفين وين نحط حالنا، وين نقعد احنا واطفالنا، وين ندري حالنا، ما احناش عارفين، الاطفال امبارح غير استفراغات وغير حراره من هالوضع المأساوي اللي صار علينا. شوفت عندكم